Qoriyah dengan nomor peserta teki 3.13 akan membaca surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 11 halaman 402. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ
ووصينا الإنسان حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا صدق الله.